هلو أصدقائي، في برنامج الستريتر يمكنك عمل تأثير الفرع على أي شكل تريد، وقد اخترت عمل شكل نجمة. أولاً نختار الشكل الدائري ونلونه بأي لون نريد، ثم نقوم بتكرار الشكل وسحبه للجهة التي نريدها، ثم نضغط على Object خيار Blend و Blend Option ونضع هذه الإعدادات. وهكذا يمكننا توصيل الشكلين. الآن نختار الشكل الذي نريده، وقد اخترت شكل نجمة. نضغط على Shift ونحدد الشكلين معا، ثم نذهب لخيار Object ونختار Blend ونضغط هذا الخيار. هكذا تمكننا من دمج الشكلين معا. الآن نذهب لإفكت، نضغط على Distort ونختار هذا الخيار. الآن يمكننا اختيار الإعدادات التي نريد. هكذا حصلنا على شكل فراوي لطيف. شكرا لاستماعكم.